يريدون يعني من ننتقل من مرحلة الدفاع عن الأرض لمرحلة الدفاع عن النفس، هذا بالتأكيد يعني هذا فشل. نحن جوهر القضية، جوهر النزاع هي الأرض الفلسطينية، جوهر القضية هو الأرض الفلسطينية. هذا هو مسلسل الإرهاب المنظم برعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي سيفشل، ونحن قررنا الرد الجماعي، ليس الرد فردي، الرد الجماعي على انتهاكة المستوطنين. وما حدث في بورقة وما يحدث الآن وما يحدث في كل المناطق ستحذو حذو كل الضفة الغربية. وهذه الأرض أرضنا، جئنا هنا لمؤازرة ومساندة، وهذا حق لنا كفيله كافة الأشراف بالعالم. يصير في بورقة إشي مش طبيعي، يعني هجمات المستوطنين المتكررة على الدور صارت بشكل يعني ما إلوش أسبقيات ثانية. وجاي جاي احنا دائما اصلا بالحارة بهجموا علينا هون، كان على البلد من قدام، بس مش بالهجمة اللي صارت من بعد الحادث اللي صار على باب حومش. قطعنا أشغالنا وأعمالنا وقعدنا لهم. بس أنت لما بيجي بفوت لا سمح الله يصير فينا مثل اللي صار في دوما هذيك السنة، هذا الحجم حداش بيسمح فيه، فبالتالي مضطرين نسهر ليل مع نهار. وبعدين احنا عنا في البلد شكلنا لجان حراسي على أساس إن نراقب كل الدور المتطرفة عن البلد ويحرسوها بشكل مستمر. صوت كان تصدق.